إشراقة يوم جديد والشمس ترسل خيوطها الذهبية على هذه الفاتنة الوادعة في أحضان الربع الخالي، بل الربع الغالي هنا في نجران، نجران الصمود، نجران الإرث والتاريخ. وكما تفضلتم، نحن اليوم في ألق إبداعي وفني جميل يتجدد بمشاركة أكثر من 280 شخصية من داخل وخارج المملكة لهذه التظاهرة الفنية الثقافية في العمل الإبداعي والمجتمعي تحت مظلة جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز، وبالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فرع نجران. حقيقة يسرني للاطلاع أكثر على جزئية من 13 ورقة عمل تقدم خلال 3 أيام ابتداء من اليوم، حيث يكون الافتتاح برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز ابن مساعد أمير منطقة نجران وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول في مركز الأمير مشعل للمعارض. ولكن معي الفنان الدكتور الحساس فؤاد مغربل، وهما في ورقة معينة اسمها من وحي الطبيعة، من وحي الطبيعة، ونتوقع أن تكون لوحة تشكيلية تسجل إرث وتاريخ وحضارة منطقة نجران. صباح الخير دكتور. صباح النور. سعداء بتواجدك معنا على قناة الإخبارية وفي برنامج اليوم، هذا البرنامج المميز الذي يلتقي بالجميع، يشرق ويغرب وشمال وجنوب المملكة، والزملاء مبدعين دائما في هذا الجانب. حدثني عن هذه التظاهرة بشكل عام وعن تظاهرة من وحي الطبيعة التي تقودون فيها فنانين المنطقة والمملكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هي بادرة من مبتكرة وبادرة رائدة أن تكون هناك مبادرات من سواء من الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتا وبالتعاون مع الحوار الوطني. هناك أكثر من مناسبة لاكتشاف المواهب في جميع المجالات. فبالنسبة للفن التشكيلي، الحقيقة المنطقة تمتلك إرث وتاريخ وتراث حضاري مميز، كما في المملكة كل منطقة لها تميزها. يعني لدينا مصادر للإلهام يجب أن نوجه النشأ إليها، لأن الفن العالمي هو الفن المحلي. فخلال زيارتي طلعت على أشياء جميلة ومميزة ولها طابع خاص، وأنا من جهتي سأحاول أن أوجه المواهب إلى هذه الأشكال الجميلة التي تمثل تاريخهم وتراثهم وحضارتهم، ونحاول بإذن الله أن تكون الورشة في اكتشاف بعض المواهب الذي سيكون لهم شأن كبير في الحركة التشكيلية السعودية مستقبلا إن شاء الله. دكتور فؤاد، يجري الحديث حول جداريات، هل سنشاهد جداريات جميلة في شوارع وميادين نجران؟ الحقيقة أنا أتمنى، حتى أنه أمس كان في حديث طويل مع الأمانة ومع جهات متعددة في نجران بأن يكون للفن دور في إبراز كل معالم هذا البلد وفي الرقي بالتذوق البصري في المنطقة. وإن شاء الله حتكون لنا زيارتان حيكون العمل كله على هذه الجداريات. نعم. بإذن الله. نعم، أنا أشكرك دكتور فؤاد، وإن شاء الله نشوف هذا الذوق وهذا الحس الراقي إن شاء الله خلال اللوحات التشكيلة التي سترسم في وحي الطبيعة. شكرا لكم، شكرا على الاستقبال. نعم زميلي عبد الإله وسارة، طبعا اليوم حتنطلق كما قلنا وبمشاركة 280 شخصية من داخل وخارج المنطقة. بقي لي أن أشكركم أنتم سواء في الإعداد أو التقديم والمخرجنا الرائع وزملائنا على ما تقدمون في هذا البرنامج والذي أصبح نافذة نطل منها على العالم. يعطيكم ألف عافية، وأنا مقدر جهودكم وجهود زملائي في أنحاء المملكة. يعطيك العافية علي زنان مراسلنا من نجران.